صباح الفل يا ام فارس. صباح النور عليك. صباح الهنا والجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير. يا رب تكوني بخير دايما. انا كنت بسال حضرتك على عندي بط عايزه اعمله، بس عايزه طريقه كده. عندك الخير كله يا رب. عايزه تعمليه في الكيس الحراري ولا عايزه تسلقيه وبعد كده تعملي له خلطه وتحطيه في الفرن؟ يعني انا يعني عايزه افتكس له حاجه كده، انا مش عارفه الصراحه. بص، هي احلى طريقه للبط ان احنا بنتبله بعصير البرتقال وبالعسل الاسود او بالعسل النحل، وبعد كده بنروح حاطينه في الكيس الحراري مع حبه خضار حلوين كده متقطعين، وبعد كده بنطلعه نفتح الكيس بعد ما بيستوي. هو ما بياخدش في الفرن، في الكيس الحراري ما بياخدش في الفرن غير من نص ساعه لساعه الا ربع، ما بياخدش وقت كتير. وبعد كده بنروح فاتحين له الكيس الحراري علشان ياخد اللون الحلو من فوق، علشان بقى ياخد لون زي اللي بنجيبه في التلفزيون كده وزي اللي بنشوفه في الاعلانات. بنعمل ايه؟ بنروح عاملين خليط من العسل الاسود، خليط من العسل الاسود مع شويه عصير البرتقال. عايزه تحطي معلقه صلصه ما فيهاش اي مشكله، هيديكي اللون اللي هو المحمر الغامق ده شويه وهيطلع معاكي زي الفل. فاللي يعجبك، عايزاه كده ولا عايزاه كده؟ انا قلت لك مثلا الطريقه دلوقتي اللي هي بتاعت الكيس الحراري، عايزاه بالطريقه اللي هي ان انت تسلقي البط عادي خالص زي ما بتسلقيه، وبعد كده تطلعيه ثلاث ارباع سلقه مش سلقه كامله علشان ما يبقاش مهري معانا. ثلاث ارباع سلقه وبعد كده بنطلعه بنعمل له خلطه كده عباره عن عصير برتقال برضو او عسل اسود مع عصير البرتقال، ما نحطش صلصه معاها زيت، ولو هتحطي صلصه ما تحطيش زيت. ليه؟ الزيت هيخليه الصلصه تتزحلق من على البطايه ومش هتبقى ماسكه فيها. فخلي صلصه الطماطم فكيها بعصير البرتقال مع معلقه العسل الاسود او معلقه العسل النحل اللي موجوده عندك، استخدميه هيطلع معاكي زي الفل.